أعتقد أن أردوغان لم يزل لديه فكرة العثمانية موجودة وتشكل جزءا أساسيا ومهما من سياسته الخارجية، وبالوقت ذاته لم يتخلى عن النزعة الأتاتوركية، إنما بصفة مختلفة، بصفة الوطن التركي وليس بالطريقة التي كان يطالب بها أتاتورك، الانعزال عن العالم، سلام في الداخل سلام في الخارج. هو يريد جمع الطرفين ليكسب قدر ما أمكن داخليا وخارجيا. العثمانية في الخارج تمهد له مع الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وليس بالضرورة مع الأنظمة، وكذلك فكرة الوطن الأتاتوركي القوي المدعوم التي يلعب دورا تقوي في الساحة الداخلية مع القوميين والوطنيين. لذلك أعتقد أن سياسته مزدوجة، وهو يحاول استخدامها قدر ما أمكن لتلميع صورته كزعيم تاريخي يعني يفوق أيضا أتاتورك، وكذلك نفس الوقت حزبه كمؤهل لقيادة تركيا ليس فقط يعني لهذه الفترة التي مضت بل للمستقبل القادم أيضا.